السلام عليكم، كيدايرين؟ لاباس؟ بخير. نتمنى هذا الفيديو نلقاكم في احسن الاحوال. كيف عرفتوا حنا دابا في الصويره عطله، غادي نقصنا شويه التصوير، الوصفات حيت الظروف حتى ديال التصويرين هي شويه ما مساعدناش. ولكن في عطله راه تم التصوير في عطله، حنا غادي نديرو فلوغ دابا هنايا، يعني نوري لكم فين كنمشيو في التصويره، حيت اغلب ديال الناس كيسولونا كيقول لك عطينا فين نمشيو في الصويره، غير في داخل المدينه، ما خارج المدينه راه كاينين بزاف المناطق. حنايا هنايا غادي نقلب الكاميرا من بعد ونوري لكم باب مراكش. باب مراكش انا غادي نقلب الكاميرا ونشوفو، وغادي نمشيو نتغداو نيت في المرسى، حيت المرسى راه كتشري فيها الحوت وتقدروا تشويو تما وتاكلو جديد فريك. هذا الصور هانتوما، انا غادي نقلب الكاميرا باش تشوفوا الباقي. حنا غادي نصوروا هنا باب مراكش، شفتوا هنا راه تبدل، كان هنايا واحد الروضه في القدام، ولكن دابا ولات فيه الشرطه. هذا الصور ديال باب مراكش، تما هذاك الصور اللي لك تما راه كندخلوا لسوق الواقه. وريهم بلاتي بعدا دوري للجهه، وريهم اكنسوس القديم اللي قراو. نكملوا بعدا هذا الصور هانتوما. هذه هي المدينة أصلا، المدينة القديمة. المآتير ديال الصويرة. ضروري نزورو هنايا. هنايا غادي أنا غادي نكون غادية ونبداو نصورو. دابا غادي ندوزو من هنايا، غادي ندير لكم لقطات. المدينة الصويرة، المدينة هذا دابا راه خارج الصور. هانتوما هذه هي المدينة الأصلية. تقدروا تمشيو مع هاد الشيء. هاد البلاصه هي اللي كانت فيها المصلى في السبعينيات وفي الثمانينات كاع. هنا كانت المصلى. هنا كانت المصلى. هي دابا ما بقاتش ولا كتبنيها. هنا دابا ملي غادي ندخلوا اش غادي نقولوا؟ هنا ملي غادي نخرجوا نخرجوا جهه لابلاش. ندخلوا مع هاد الدخله هادي بين العراسي هي هادي. لا ماشي بين العراسي، هادي غير البلاصه. العراسي خلينا في اتجاه اخر. ياك كاين بزاف الاسماء. صراحة ملي بعدنا على الصويرة وحنا كنا عائلة المحافظين راه ما كيخرجوش بزاف. دابا غادي ندورو على الصور وغادي نخرجو في الأوطيل اللي كان الوحيد في الصويرة هو أوطيل ديزني. غادي تقل بحال البلوف ديالو. أييه غادي نوقف دابا حتى نعاود نقرب ونوري لكم الباقي. هنا دارو دابا جردة هنا حيت كان خارج الصور، يعني كان المصلى، المصلى دائما كيكون خارج المدينة، ولكن دابا المصلى ما بقاش هنايا. لا ولا تيديروها في مناطق أخرى. هانتوما هاد الطريق. مي فوالا كانت شتي دابا هنا راه ما كيدوزوش الطوموبيلات. لا أنا ما كاينش الطوموبيلات، الراجلين اللي عندي شي بيكا على وجهي. وحتى المدينة داخل الصور ما بقاوش كيدخلوا ليها الطوموبيلات. لا لا تحبس. هنا دابا مورا لوطيل ديزيل. لا باقي وتيز مازال شويه. اللور ديالو احنا كنوصلوا ليه، احنا كنكتشفوا معكم. انتوما هنا داروا دي ريستورون او مطاعم، محلات تجاريه فيها الصناعه التقليديه. هانتوما غادي تدوزوا مع هاد البلاصه. تقدروا الصويره تحطوا الطوموبيل وتمشوا الدور فيها كامله غير على رجليكم. حنا اليوم قررنا نمشيو نتغداو في المرسى، كتشري الحوت وكتشويه تما بطريقه تقليديه، وغادي نمشيو على رجلينا من شارع المسيره حتى للمرسى او الميناء. وباش نضيف لكم واحد القضيه، في الصويره هي المدينه الوحيده اللي ما فيهاش الفيروجات. اييه ما فيهاش. يعني الانسان اللي جاب السياره ديالو يقدر يحطها في شي باركين ويخليها ما يستعملهاش كاع، كلشي ابي. دابا حنا ملي كنحاولوا ناخذوا الطوموبيل ونديبلاصوا لشي بلاصه ما كنلقاوش فين نستاسيون. خصوصا في وقت الصيف. وي. واللي كيتمشى بالسياره يمشي غير بربي ما يفوتهاش. حنا وصلنا لباب السبع، حيت كل قص عندك واحد، شوف عندك هذاك اللي باب كل قص وعندو واحد السمية. هذا دابا باب السبع، هذاك اللي شفنا باب مراكش. شاف هذا هنا على اليسار هو أوتيل ديزي. أوتيل ديزي دابا جينا من اللور ديالو.
هذا هو لوطي الوحيد اللي كنعرفو في الصويره في القديم هو اللي خلينا هذاك اللي اوبفو انا كنعقل عليه ما عرفتش التاريخ ديالو مي من الستينات راه هو اللي كاين البنك السياش هو هذاك اللي ليه هو هو الوحيد اللي كنا عقلنا عليه في الصويره احنا هذاك الشالي اللي اوبفو سدينا انتما غادي ندخلو حنا مع لا حنا غادي نمشيو نيشان المرشا راه مكتوبه تما بلاصه باب السبع اياه باب السبع وكانت يدخل الكوميسارية هي اللي كانت تما الوحيدة اللي كانت في الصويرة ديك الساعة في الأيام ديالنا. دابا تحيدات من تما. هنا غادي نوصلوا لواحد الساحة تيقول لها ساحة أوغستون ويلز واحد المخرج سينمائي قديم كان سجل واحد الفيلم هنايا ما عرفتش أنا قبل من قبل السبعينات يمكن. هانتوما سماو أورسون ويلز هي هاد الصحة سماو على داك السمية ديال على داك المخرج السينمائي اللي كان واحد الفيلم قديم مش كان مشهور هانتوما هنايا عرفتو هداك الباب لي داك القدس لي ليه قصة هدا أنا هدا هو الدخلة كنت ندوز منها باش نمشي الليسي كنمشي مع هاد الطوالة وندور مع ديك الدورة حتى كنوصل الليسي أكنس هاد الصور ديما راه داير على المدينة القديمة معروفة هنا بالسياحة والنصارى الأوروبيين اللي يقول بزاف ديال الأوروبيين اللي كيقولو لا غوتخيل كيكونوا من التجار الكبار ديال أوروبا وكي من الأغنياء ولكن هنا مكيعرفهم حد ومن الكتاب ومن المخرجين السينمائيين معروف انهم كيجيو يستقروا في الصويرة انا شفت لقطات شي حد كيعرفو هادو هادي كيعجبو يتلقى مع الناس ويبارطاجي معاهم الذكريات حنا غادي نوصلو لمرسى ضروري حيت مرسى راه عندها تاريخ كبير كانت المدينة الموانئ تاريخية وكانت لي مهمة في التاريخ ديال المغرب هنا غادي نطلو على لابلاج لابلاج هادي هي السمية لي كنقولو اجي لابلاج ولا تغارت تغارت هي السمية الأصلية ديالها هي الصويريين كيقولو تغارت ما عرفتش منين جا هذا الاسم لا تغير اسم واش واش امازيغي يمكن امازيغي شويه البحر سار دخل بعض المرات راه كيكون وصل لمحتال لهنايا ها انتم شوفوا 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 ما شاء الله كاينين الناس مصطفى خصني حتى نديروا شي نوصلوا تما ونصوروا عن كرب انا جيت هنايا من عند المرسى وليني زوين الجو ديال العمان حنا غادي نبداو من الباب الرئيسي ديال الدخله ديال المرسى هنايا حنا حنا داخلين الزبادي هيا راه صورتها هنا راه بحال كتلقى الديوان هنا ماشي اللي بغا يدخل غير المهنيين واللي عندهم الرخصة باش يدخلوا وبعض المرات كيتلقوا الزوار يدخلوا ياك ولكن بلا سيارة على رجلي لا لا السيارات ما كيدخلوهمش لا السيارة غير الناس اللي خدامين اللي عندهم الرخصة ديال المرسى أو البحر حيت وسعت دابا المرسى راه ما كاينش زادت كيف قلت لهم راه حيت الميناء ديال الصويره راه كان عنده تاريخ وكان من اهم الموانئ في المغرب وكان هنايا كيجي الشاي وكان تيجي الواردات من اوروبا ومن خارج الوطن شي راه من قبل الاستعمار راه كانت الصويره هي من في عهد سيدي محمد بن عبد الله المؤسس ديال مدينه الصويره السلطان محمد بن عبد الله هو اللي اسس مدينه الصويره يعني العلويين وكان بغى مدينه الصويره تكون من اهم المدن المغربيه
وكانت عندها مكان في ذاك الوقت. ومع ذلك ما خذاش حقها في التهميلات من بعد. كانت من اهم الموالي المغربيه. السفن كانوا تيجيو ليها للتجاره. كان اتاي او الشاي كيجي لهنا، وكان الوليد الله يرحمه في ايام كان في البرلمان، وكان دافع على ان قال لهم الصويره كانت من اهم المدن، لان اللي كان تيجيها اتاي اللي كانت توزعوا على المغرب كله. ومن هنا هو دافع على ان الشاي واحد النوع من اتاي او من الشاي يتسمى على مدينه الصويره. من في ذاك الوقت فاش يربح انه شما سما كاين اتاي الصويري، كاين واحد اتاي كيتسمى اتاي الصويري على ذاك الاساس بانه تيعترفوا بالصويره بان هي كانت خلي واحد اللمسه والاسم ديالها. الوليد الله يرحمه هو اللي دافع عليها في البرلمان في ايام السبعينات والثمانينات باش خرجوا لنا اتاي الشاي الصويري. هنا هذا هنا في كيصنعوا البواخر. اييه تماما مصنع البواخر في كيتصغر، هما كانوا كيتصنعوا لهاد الجهه اليمين وحيدهم ولا كيصنعوا. اييه زين الجيران دابا راه الميناء الصغير راه كبير، وهذا المعلمه هي اللي هنايا معروفه بالصويره بزاف. هذا الباب هذا مع ذاك البرج اللي كاين تما، هادو من الابراج اللي كانت ديال الحراسه من الهجوم ديال القراصنه وديال الاستعماريين، الحروب اللي كانت قديمه هنا كانوا هذوك المدافع، المدافع كانوا هنايا هذوك الفوق. تما راه ما كيدفعوا ليه برخصه هو هنا غادي نشوفوا البلايص ديال الفلايك اللي كيخرجوا بهم باش كيصيدوا. هادو كيما شفتوا هما كيصوبوا الطعم ديال الحوت باش كيصيدوا. عندنا غير نبدا على كيفاش كاين هذا النوع ديال الطيراس كيتسمى النوراس او ايلان. ايلان هادو راه واعرين ماشي سهل. شتي هذا ملي كتكون جايه الباخره عامره بالحوت وتكون تابعها بزاف تما تيعرفوا راه عامره بالحوت. ايوه جايبه انا راه كنخاف من النورس، حيت صعيب شويه راه كينطق. شوفوا الفلايك هنا، هاد البلاصه هما ديال البلاصه ديال الفلايك اللي كيخرجوا كما كما قال السيد كيخرجوا مع 11 ديال الليل وكيدخلوا مع 4 ديال الصباح. هادو ما تصيدوش شي، هادو تصيدو الحوت الحوت الغليظ، هما السديل الباطوات اللي كيصيدوا هادو الفليك تيصيدوا غير الحوت الحر المرة وكاع الحوت. أيوة. ومع انه دابا هاد الموسم ديال ازيز ديال اكتوبر. دينا الخبير دينا مصطفى شف شف الدراري ضربهم الجوع نشوفوا نتغطاو هو الاول عاد نكملوا التصوير. انا غادي نصوركم اللي غادي تشريو الحوت. الحوت هنا كيتباع النهار طاح واحد من الفوق. غادي نشوف الشاف شي حاجه يشريها للغدا ويشويوها هنايا. انتم ما شاء الله كل الخيرات كاينه. يا خويا حمدي
اللي بغى نشوف يجي لهنا المرصى يشريه ويطيبوه هنا وياكلوه جديد بالمنافع ديالو، وما تشتر مع راسو طبعا، يقلب يكون الحوت يكون مزيان. احنا قربنا عند البواخير الكاميوات اللي كيشارجيو من الحوت وكيدو المدن واللوزينات كذلك. وأيلال أو النورس ياكل أنا كيعجبني نجي نشوف هاد البواخر البطوط المراكب الصيد. الوليد الله يرحمه كان توا مولع بالصيد البحري وكان عنده مراكب ديالو، الله يرحمه. هاد الشبكة شافي انا كتمشي حتى لافان ديال هنا او اخر هذا الممر تيقول لي راس المول ما شاف راه شرا الحوت وكيجري يمشي عند الشوايه باش يشد النوفه ديالو حيت كيكون عليه زحام. من الاحسن تاكلوه هنايا في المرصى كيكون الاجواء ديال الحوت وريحه الحوت وكتستمتعوا بها هاد الماكلة اللي نتوما كتاكلو وكتشوفو في البحر وكتشوفو في الباطو. شو دابا هدا هنا السيد لح داكشي البقايا ديال الحوت اللي نقى هو كياكلو أيلال. شوفو شوفو هاد المنظر ما شاء الله. ثم هنايا فين كيشوي لقى البلاصه بابا ولا باقي القدام هنا كيشارجيو. شوفو الثلج شوفو الدراكم كيعمرو بالثلج والحوت باش يستغرب الشكرا كيمشي للمغرب كله الشركات والفنادق. شوفوا هنا كيطلعوا الشبكه من الباكو يمكن شوف شحال ديال الشبكه فيها الاجواء ديال البحر. ضروري تجيبوا وليداتكم يشوفوا هذا الشيء كيفاش كيكون هذا الشيء ديال كيفاش كيصيدوا كيفاش دايرين المراكب ديال الصيد كيفاش هاد الأجواء ديال المرصى ويشو بحتى يعرفوا هاد الشيء. فين بابا كيوقف ولا ما عرفتش فين هادا شي شفار شدو ولا شي. نتوما تشوفو كيفاش كيقادو هاد الشبك توجدو نتاع الباطوات اللي غادي يخرجو بالليل هادو تيسيو بالسردين هادو ديال السردين. شتو هاد الكرات هما اللي كيهزو الشبكة كتبقى مهزوزة على الماء هذا الخفيف ياك. وما كنتش نهضر على الوالد ديالك كان عنده باطو هنا في هاد الباطوات كانوا عندهم المراكب ديال الصيد. كان واحد سميتو كان واحد سميتو طنجة طنجة والاخرين كان عنده شي ثلاثة ولا ربعة ما عرفتش. وكان واحد كيصفي الجرار اللي كيجرح الصور
وكنت نقل واحد النهار جابوا لنا واحد البيسه الا ما يكون فيها شي 3 متر ولا ما عرفتش علاه، تيكون من حق الباترون اي حته كبيره كتشد ديال الباترون يعني ديال مول الباترو. وحنا عشنا في هاد اجواء البحر وقلت لهم الناس يجيبوا وليداتهم يشوفوا هاد الشيء على الاقل تكون عندهم فكره على هاد الشيء ديال الصيد البحري. شاف فين حطيتي الحوت؟ حطيتي عند هذا؟ الشوا يلاه نمشيو ندير التسعه. اييه قلت ليه هنايا راه زوين كتشوي وكتشوف البحر وكتشوف المراكب الصيد وكتشوف الاجواء ديال شوف. جيت انا قلت لهم شتو لك الداخل هو راس المون الثاني، خصني نمشي ليه ونوري لكم. اجي عبد الحميد، عبد الحميد باقي بعيد حشاف السردين مشوي. انا احسن اكله عندي هي السردين مشوي وبلا خبز، بلا خبز مطلوب انتم والحج مشوي من 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 الباترو ومن من البحر من السبوية فوق السبوية وحدة البحر. انتم وحدة البطوات احسن اكلة سهلة خفيفة صحية يا كشف صحية تاع الجيب حيت كنصورو وانا قريبة ليه صحية تاع الجيب ضروري تجيو ديروا حتى نتوما بحال هذه الاكله. هذه هي الوجبه ديالنا اليوم، الوصفه ديالنا اليوم. نتوما غير الحوت كيديروا عليه شويه ديال الملح والبزار وشويه ديال الزويته. ملح ما كيدير بزار لا ياك ها بالنسمه ديال البحر بالنسمه ديال الحوت. نتوما يلا بالصحه والراحه. من بعد ما تغطينا بغيت نمشي حتى لراس المول، كيقول لك لوكوا يعني الحافه ديال المرسى ما صافي لفك. ثم عندنا ديما كيديروا الحجر كبير باش كيهرس المي وكيديروا حتى هذوك الحجر غادي نشوفوهم من سميتو اللي مصنوعين مصيبين كيهرسوا المي. هنا طبعا راه كتشوفوا الصويره حيت صويره هي شبه جزيره يعني كيضير بها البحر من ثلاثه ديال الجوانب، عليها كيكون الجو ديالها مبرد ما كيوصل ما كيفوتش 30 درجه تقريبا. انتما ها هي المناره اللي كنقولوا اللي كنقلب عليها هي هذه اللي واقفه عليها داك ايلان او داك النورس. شفتوا تما الفوق فيه الضو في واحد البوله كتبدا الدور كترشد القوارب انهم وصلوا. شتي هذه هي المناره عمر، هذيك فيها واحد البوله كترشد هذوك لي باطو ملي كيوصلوا كيبان لهم الضو من البعيد كيعرفوا بانهم وصلوا للمرسى. شتو مع هذا الحجر الكبير هذا مصنوع باش هادو سميتو هادو الفلايك الفلوكه كتجي حتى هي الحوت كيكونو فيها غير جوج الناس تقريبا حتى ثلاثة. شتي هاد المنارة عبد الحميد؟ ها هو هي هادي المنارة الفنار المنارة هي تيكون فيها ذاك الفنار هو اللي تيكون فيها توريهم الطريق. تيكونوا تيشوفوه من بعيد كيبان لهم بانهم وصلوا للمرسى. هادو ان شاء الله يكونوا جايبين رزقهم، الله يرزقهم وييسر لهم. صافي حنا دابا تغطينا غادي نرجعوا. صافي الشاف دابا تغطى وتمدى نمشيو للدار. حنا دخلنا من الدخله ودابا غادي نخرجوا من الخرجه الاخرى. هذا الباب اللي من الجهه الاخرى هنا المريصه ياك اش هو المرسى الصغيره؟ المريصه هي هذيك فاش كيعوموا دابا الدراري هاك. وهنا
الباب الرئيسي القديم هو هذا، حيت كانوا هنايا كيدخلوا الطوموبيلات في القديم. لا قديمية. دابا ولات تتقاد على كل مقطوش، حبسوا عليهم الطوموبيل ديالهم هذه البارية. لا ودخل المدينة القديمة ما بقاش يدخلوا الطوموبيلات أو السيارات. حيت داروا تحسينات كثير على الميناء بالصويرة اللي غادي نشوفوا. غادي نشوفوا من هنا. عرفتي هاد البلايص قادوهم. الدراري كيعوموا هنا واخا هنا شويه صعيب، الا كانوا تبارك الله الدراري راه كيعرفوا يعوموا الفيل هنا واخا مسخانه شويه. هنا الفلوس يمكن غير الديكور. وهنا دائما كنشوف الدار ديالنا كتبان في الواجهه. هاي كفالو اللي كانت الدار ديالكم واقع ديما كنسميها دارنا، واخا كانت ولكن دابا باقي كنقولوا كنجيو نزوروها لانها من بعد ما توفى الوالد وتوفى عمي الله يرحمهم جميعا ولات الدار ديال الورثه ما كتبقاش. هنا كنا كنقولوا الجزيره الصغيره كانت هنا، عقلتي؟ نشوفوا واش بغيتي. هي هذه الجزيره. هنا الجزيره الصغيره والكبيره. هنايا هادشي كانت واحد البنايه كانت هي يمكن مبقات. لا لا حتى هنا كانت بحال واحد القلقوت كنا كنعقلوا عليه في الصغر ديالنا. غادي نجي. حيت هنا كانت شي حاجة كنت نعقل عليها أنا في الصور ديالنا، كانت واحد البنا شي حاجة هكا عالية مبقاتش. هادي الجزيرة الصغيرة. صافي حنا كنجيو لهنا لتحت مولاي الحسن. البنايه اللي قلت لكم ها هي كانت بحال ما عرفتش شنو فيها، عمرنا ما دخلنا ليها صراحه. هذيك حتى هي قديمه وكتكون ملي كيكون البحر عامر كتكون معزوله.